هذا السائل رمز لاسمه بألف ألف، يقول: عندنا أحد الإخوة متخرج من الشريعة ونرجع له ببعض الفتاوى، وقد أفتاني بفتوى وتبين لي بأنها خطأ، ثم كلمني هذا الشخص وقال: تأكد من هذه الفتوى مرة ثانية لأبرئ ذمتي. ما حكم الإفتاء بغير علم، وما حكم الفتوى للناس مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن المسائل تطرح على أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يتعمد الإنسان أو يعتمد على رأيه وعلى ظنه من غير علم. وخريج كلية الشريعة يؤمل فيه الخير، أمل فيه العلم أكثر من غيره، ولكن عليه أن يتحرى الصواب ولا يستعجل في الجواب، عليه أن يتحرى ويدقق في الجواب، ثم يفتي السائل بما توصل إليه بعد التأمل وبعد المراجعة للكتب إذا كان لا يستحضر الجواب أو سؤال غيره من أهل العلم. فعليه أن يتثبت وأن يتحرى، وله أجر عند الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأنه يدل حائرا ويهدي مخطئا ومحتاجا لجوابه. وإذا قدر أنه مثلا مثل هذا السؤال أخطأ في الجواب، وكونه يستدرك وينبه السائل أن جوابه يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تثبت، فهذا يدل على فضله وعلى ورعه وعلى مراجعته لنفسه، فهذا فيه خير. وهكذا ينبغي لطالب العلم، إذا صدر منه جواب ثم تبين له أن هذا الجواب يحتاج إلى مراجعة يحتاج إلى تثبت، ثم إنه نبه السائل لئلا يعمل بهذا الجواب، فهذا يدل على فضله وعلى حرصه على براءة ذمته وذمة السائل. نعم.